عدة الشجرة إحدى أهم النقاط الحصينة للعدو الإسرائيلي على خط القناة، ونظراً لارتفاعها عن سطح البحر 74 متراً فكانت تتولى مراقبة الضفة الغربية للقناة والسيطرة على منطقة مرتفعة تسمح بقصف مواقع قواتنا المسلحة. اقتحمت القوات المصرية الموقع بعد يوم ونصف من الهجوم المكثف، وتم تحريره في 10 أكتوبر 1973 بواحدة من كتائب المشاة المدعمة بالدبابات. وخلال 25 دقيقة فقط استولت قواتنا على الموقع وأسرت 50% من قوة سرية المشاة الإسرائيلية والتي كان قوامها 150 فرداً. حاول العدو الإسرائيلي استعادة الموقع، إلا أنه فشل وتحمل خسائر إضافية في قواته المهاجمة.